ننتقل معكم لمكرمنا التالي واللي أصبح من أكثر الفنانين استماعاً في الوطن العربي. هو عاشق مجنون، وهو ابن بلد حبيب وعزيز علينا كلنا كعرب. هو ابن بلاد الرافدين العراق، وصاحب أغنية العام. ما راح أقول لكم من هو، بس أكيد عرفتوا. Yeah, ladies and gentlemen, please welcome to the stage Manal Khatib and Nazi Ali. مساء الخير. بيشرفني يكون على ستيج مهرجان ضيافة بموسمه السابع. موسم بعد موسم بيأكد مهرجان ضيافة أننا شعب يستحق الحياة، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. مساء الخير على الجميع. نجمنا المكرم اليوم معروف بألحانه المؤثرة وعروضه الحماسية، أصبح بمثابة القلب النابض للمشهد الموسيقي في العالم العربي. احتلت أغنيته الأخيرة مركزاً كواحدة من أفضل الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً هذا العام، حيث تجاوزت 200 مليون مشاهدة على يوتيوب وحده. إنه العاشق المجنون. The ضيافة Award goes to محمود التركي. Mahmoud Altürki, a gifted Iraqi vocalist and songwriter whose soul-stirring voice and musical brilliance have captivated audiences far and wide. His powerful vocals, combined with heartfelt lyrics and melodious compositions, have created an emotional connection with listeners, making him a standout artist in the contemporary music scene. Mahmoud's new single Aşık Majnun has become a favorite for listeners across the region. With over 200 million views on YouTube, Diyafa 2023 honors Mahmoud Altürki. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا نجتمع بهذا التكريم، اليوم انا جدا فرحان به. طبعا ماكو فرق بين الفنان والمستمع، احنا نجتمع لاجل المحبه لا اكثر. طبعا انا اليوم اشكر جزيل الشكر مهرجان ضيافه، وأشكر دكتور ميشيل، وأشكر جميع اللجنة. طبعاً هذه الجائزة تعني لي الكثير، لأن أول مرة أتكرم في هذه الجائزة. شكراً لدولة الإمارات الحبيبة على هذا الجهود اللي احنا دائما مبدعين بهذا البلد، ودائما نقدم الاحلى ما يمكن. شكرا للفانز، شكرا للجمهور الوفي اللي دائما واقف وياي، شكرا لقروبي اللي دائما اشتغل معاهم وما مقصر وياي، ودائما انا احب اوعد جمهوري ان شاء الله القادم افضل والقادم افضل. طبعا هذه الجائزه أهديها البلدي وحبيبي العراق. طبعاً شكراً. طبعاً بلدي العراق اللي قدم هواي تضحيات وقدم هواي شهداء. إن شاء الله أكون عد حسن ظن بلدي، وأني فنان شاب، وإن شاء الله قدمت الرسالة المشرفة البلدي، وإن شاء الله أوعدكم القادم أفضل وأفضل. وحاب أترحم على شهدائنا، شهداء دولة فلسطين، يا رب ينقلهم إن شاء الله الزيح هذه الغمة على هذه الأمة. وشكرا لكم، وشكرا على هذه الجائزة الحلوة. شكرا، شكرا لكم.
شكرا محمود، شكرا سيدة منال، وشكرا سيد نزيه.